شكرا للزميل هشام الخرسي. أزرق مانشستر لنهائي إنجليزي الثاني تواليا والثالث في 4 مواسم، والإسبان انتهى زمنهم من 2018 في آخر لقب وآخر نهائي بفضل الريال. إسبانيا وقت اللي تتسكر البيبان قدامها تتلفت للريال، أنقذ السمعة يا مدريد. أصدقائي المشاهدين، تحية البيين، تحية الكورة العالمية، تحية دوري الأبطال، تحية الميستر كارلو أنشيلوتي والأسطورة بيبي غوارديولا. المان سيتي متسلحا بأسبقية الذهاب، متقدما في آخر المواجهات، يلاقي الريال على استاد البرنابيو من أجل الوصول للنهائي الثاني على التوالي في تاريخ السيتيزنز. مان سيتي لحراسة المرمى، ادرس عودة محمودة لكانسيلو كلابتي. لا تصور أن السيتي سيكرر مباراة الواندا متروبوليتانو، يعرف أنه أمام الريال. بيبي غوارديولا الكورة ولد الخال كارفاخال، كريم بنزيما وكرة الهدف الأول. عام تاريخي لكريم، عام 22، عام 14 هدف في الشامبيون، ولكن فياريال وليفربول. ليفربول مع كل الاحترام، الكرة ترجع من خطأ، كرة في فاول. هذا رياض محرز أكثر لاعب عربي فاز بجائزة لاعب المباراة في أبطال أوروبا 10 مرات لرياض محرز، is the best. ومحرز سجل 15 خطيرة. فالفيردي كريم، بنزيما على مرمى الحارس إيدرسون. الوصول الثاني، الحضور الثاني، الظهور الثاني. فينيسيوس الشوت، وين يا جونيور، وين تعتلي الخشبات الثلاث. الدفاع المانشستراوي ما يطمنش، دفاع السيتيزنز ما يهنيش. كرة أخرى، دي برويني، هذه خطيرة. السيلفا جولاثو، ولكن العملاق الكيفن دي برويني، أسيست كافيار، يحط الكرة السيلفا، يضرب آخر مشوار جول. لولا وجودك يا العنك حرس دي برويني، مندي خطيرة، وكرة أخرى من جابريل جيسوس. حذاري، كرة أخرى من نار لفرياض، كرة من محرز خطيرة بجونيور يدخل بين اثنين، وفي خطأ للمرنجي، خطأ للملوك. الكرة توني كروس، صعيب يلعب كرة فينيسيوس مكشوفة، حذاري يرجع يغطي، يمشي خطيرة جدا ووكر، حد كتفه الحكام الإيطالي يقول ما فما شيء، الإيطالي يقول قانونية. ترجع الكرة إسباني، هاني عند السيتي على الأهداف الضايعة. برافو كيت، تاكل ضايعة، حارس آخر تعمل به الروبون، باي باي جول. ولكن رايا كورتوا، شوف كيبو بنزيما، فماش تسلل كريم، ضيع الهدف الاول، هو تسلل. وروتبيركو من كريم، تمشي بالراس، مرت سلامات الى ركن. شكرا هشام الخالصي من جديد. الانطلاقة سريعة جدا بكرة في الثواني الأولى، ماذا أدرت يا فينيسيوس؟ يعاني، يرجع مع كاسيميرو والشوطة، فيني حتى الفيني خطيرة، مودريتش واحدة جديدة، هي الأقرب، هي الأخطر، دربك وخطة مندي، يدخل مندي والتغطية، الكاسي، بنزيما، خطيرة مساحات، هذه تخوف، جونيور، حتى الكوك الهجوم. خطيرة، ورياضو جول، خلص رياض محرز في دقيقة 72، أول كرة وصلت له، أول لمسة توصل له، أول تابلو، يشوت ويفوت ويوصل السيتي إلى فينال باري. كرة ولا أروع، هذا ماهوش برناردو سيلفا، هذه ماهوش كرة جابريل جيسوس، هذه كرة العالم رياض، يحرز محرز يا سيتي يا بيب. دوغان اي كوتشينغ، يلعب الكورة الكوتشينغ زينشينكو، الولاد اللي دخلوا يفرحوا رجالة السيتيزنز عن طريق الامير رياض، هدف للتاريخ. شوف الكورة اسينسيو، يدخل اسينسيو مع ريليتش، ملا الكورة، فنيا رياض شيء اخر على المستوى المانشستر سيتي.
يعني فما هذه يعملها معاه في السيتي مع رياض كان دي برويني. هذه كرة واحد تكي كريم بنزيما كريم مش ممكن على كرة تعادل، لكن في تسلل على بنزيما. الكرة من جريليتش يعدي وفي خطب انذار على ميليتاو، انذار على هدر ميليتاو. جريليتش كانسيلو والحارس كورتوا كل الكرات والتسديدات وقفها جريليتش، والثاني كان قريب من جريليتش. كرة الهدف الثاني كانت قريبة جدا من فيجا كريم، وجول كما فيجا جول رودريجو ولعها. السيناريو المذكور في 89 يا كارلو، لو تكسب الآن ستحرزون الشامبيونز ليج أمام ليفربول. فماجر سايد هو كامافينجا حط الكرة تحت مراقبة الكام، الكاميرا على كريم والتعادل من روكان. حط الكرة والثاني، فما حاجة يا الله مش ممكن. فما ريال، انت غير عادي يا مدريد اخسر الشامبيونز ليج، بنا بيها الشامبيونز، انتم غير عاديين. اسطورة يا مدريد مش ممكن الغدارة جاو، مش ممكن. لما أرى ناس غد مع رودريجو جول، حتى الكرة رودريجو خطيرة، ضرب جزاء للريال، ضربة جزاء لمدريد. رهيب ولا رهيب، عجيب ولا عجيب. غير كريم بنزيما والهدف الثالث، الريال فاينال نهائي. ولدي يبكي فلدة كبدي تبكي، هكذا يقول المدريد المرنجي. مش ممكن يا مارسيلو، مش ممكن يا مارسيلو. نظرة إلى السماء، ما هذا يا ريال؟ كريم بنزيما زينة المرنجي، أمير وملك الريال، فخر مدريد. يسجل الثاني، شو تلقاهم قدام البوابة يا كارلو، لكن هذا كارلو بينالتي أخرى يطالبون بها. سيتي كله في الهجوم، ومش ممكن كرة ضربات الجزاء أدرى فرناندينيو وصدى الأخطبوط كانسيلو. فودين Yeah, here's the setup play. Well, it's a great little back heel, isn't it? And what about the finish? That requires so much technical ability to get that right. What a goal that is.